متعلق بالباتيلا وبقية الحواشي بتاعة الركبة. دلوقتي يعني أركز في الليجمنت، وعندنا طبعا الـ ACL والـ BCL collateral ligaments والباتيلا الريتيناكيلا ليجمنت. أشهر واحد طبعا هو الـ ACL، وأكتر واحد بيبقى affected. فاحنا قلنا ان الاي سي ال ماسك في الفيمر من ورا، طالع ليه التيبيا من قدام. في الكورونال ايمجز بيتشاف خط مستقيم لازق في اللاترال فيمورال كوندايل، جنبيه خط بالعرض اللي هو الهوريزونتال بارت بتاع البوستيرير كروشيت ليجن. عشان تلاقي الانتيرير كروشيت، الاول تحط ايدك على البوستيرير كروشيت، وبعدين تروح صورة قبليه صورة بعديه تلاقي الانتيرير كروشيت. لو عملت الحركة ديت، حطيت ايدك على البوستيرير كروشيت، رحت قبليه وبعديه ما لقيتش حاجة، يبقى واحد من اتنين: يا اما الزاوية غلط بتاعت الفحص، يا اما هو مقطوع. تروح في الكورونا، لو لقيته موجود في النقش يبقى الزاوية غلط، لو لقيت النقش فاضي يبقى الزاوية يبقى هو مقطوع. طيب المنظر دوت كتير قوي بنشوفه في الام ار، اللي هو انك تلاقي الانتيريور كروشيت شكله عفش كده، يعني مبعجر من عند الفيمورال اتاتشمنت، على عكس الانتيريور كروشيت الجميل ده. احنا عندنا قاعده مهمه جدا: الانتيريور كروشيت ليجمنت لو كان مشدود يبقى سليم، خلاص لو كان مشدود يبقى سليم. طيب دوت مشدود، ايه اللي خلاه عامل كده؟ ان السكشن خد حته من الفيمر مع الانتيريور كروشيت، يعني قطش جزء من الفيمر مع حته من الانتيريور كروشيت ليجمنت، فبان الفيمر الاتاتشمنت بتاعه مزقلط كده. And this is normal, absolutely normal. ولو انت عندك اي شك تجري على كورونا على طول، هتلاقي الانتيريور كروشيت حلو قوي موجود جوه النوتش. بلاش بقى الكلام الغريب جدا اللي بيتكتب في التقرير: فاضي appearance of the anterior cruciate ligament with مش عارف swelling of its femoral attachment. However, the ligament is not torn. طيب يروح بقى للكلينيشن يقرا البتاعة ديت وهو مش عارف ماله الانتير كروشيت. طيب بدل هو مش مقطوع ماله، يعني ايه؟ قلنا لك فظ، عاوز ايه؟ قلنا لك ان هو فظ. ايوه يعني فظ دي تساوي ايه بالنسبه لنا احنا المناظير؟ نعمل ايه يعني؟ نحميه، ندخل جوه نحمي الانتير كروشيت ليجمنت وننضفه كده عشان يبقى امور حلوه. المهم انا دايما يعني اليومين ثلاثه اللي فاتوا دولت كنت قاعد مع الجماعه بتوع النيورولوجي والنيوروسيرجري في كفر الشيخ، وكنا عاملين نراجع لهم يعني او ندرس لهم النيورو ايميجينج بما فيه كل البرين نيورولوجي. والحمد لله يعني ربنا يسر وعرفت اسجل المحاضره بتاعه البرين تيومرز بالكلاسيفيكيشن الجديد، وهي تلاقيها دلوقتي طلعت على النت على طول. فانت انت بقى ايه يوم كده لوحده تكون صاحي كويس من النوم ويكون متعشي وكويس والكلام ده كله، تاخد دوش الصبح وبتاع وتقعد بقى عليها لحد لما تعرف، خلاص عشان هي عمليه معقده جدا وثقيله جدا، ودور الأشعة فيه مش حلو، يعني ما هواش جامد، بس أنت مضطر. يعني لو أنت لو افترضنا إن في حد من اللي بيمتحنك عارف الكلام دوت، مش هيبقى الامتحان بالنسبة لك سيء جدا. وبعدين سيبك من الامتحان، هي دي لغة العصر دلوقتي اللي كل الناس بتتكلم بيها. فانت لما تيجي تقرا على الانترنت هتلاقي اختصارات كتير جدا انت مش عارف دي عباره عن ايه في تشخيص التيومر و والكلام ده كله. فانت لازم يعني ايه ما عندكش صفر، امرك
المهم فالشكاوي بتاعت الكلينيشنز معروف على طول، ان الصور وحشه وان التقرير معفش وان التقرير ملوش علاقه بالواقع وان في الفاظ كتير قوي احنا مش فاهمين المعنى بتاعها. ف احسن يعني ايه؟ ايوه طبعا عشان انت تكون في الامان. زائد ودي شكوى رهيبه جدا ان مفيش ديسيجن، ان اللي كاتب التقرير مش ديسايسيف، بيطلع وينزل ويروح ويجي وهوفر مش هوفر، وبعدين يريكومند اي حاجه في الدنيا، المهم اخلص من الـ من الـ يعني كان التقرير ده كابس على نفسي وانا عاوز اخلص منه. فاشوف بقى هو عمل دلوقتي سي تي وام ار، طب ريكومند ايه؟ بيت سكان. طب عمل سي تي ام ار بيت سكان، طب الترا ساوند. طب المهم اي حاجه ريكومند وخلاص. ف يا جماعه مهم جدا انك انت تكون ديسايسيف في التقرير على قد ما تقدر، مش كلنا عارفين كل حاجه، لكن قبل ما اكتب التقرير قصادي حاجه انا مش عارف لها تفسير، ادخل على النت وادور واعمل واروح واجي والكلام ده كله لحد لما اضيق الديفرنشال دايجنوز. لكن مش كل حاجه فور كلينيكال كورليشن فور فيرزر ايفالويشن فور كونتراست مش عارف مين بتاع الكلام ده. فدي نقطة مهمة جدا. الـ ACL لو مشدود يبقى سليم وما تكتبش حاجة ولا فاضي ولا مش فاضي. طيب الـ ACL اتقطع يبقى مقطوع. الـ ACL يا جماعة ما بيتقطعش إلا بالترومة. يعني ما فيش حد ماشي في حاله كده أم الـ ACL بتاعه اتقطع منه. ما فيش. لكن في تندنز أقوى منه بكتير بتتقطع لوحدها. زي الكوادريسبس وزي الاكيلس تندون. لو في امراض سيستميك زي الروماتويد زي السيستميك لوبس زي اي حاجه ثانيه بتاكل التندونز والتندون مره واحده يربش من غير ما حد يلمس المريض. الاي سي ال ما بيتقطعش الا بالتروما، والتروما بتعمل هيمورج وكونتيوج. فالاي سي ال لما يتخبط او يبقى تروماتايزد بيحصل له المنظر ده، بيبقى سوولن ومبقاش اسود، بيسموها كلاود. كلاود يعني سحابه موجوده في مكان الاسياء، والسحابه ديت معموله بالإديمة والهيمورج والكونتيوجن بتاع تيركوش الدم. وبعدين لما تبص في التي 2 ويتد ايمجز ممكن تلاقي المكان بتاع القطر اللي هو فجوه كده اهوت وجواها ميه، تروح بسرعه ده النورمال ابيرنس بتاع تيركوش ليجمنت. تروح في الكورونال تلاقي النوتش ما فيهوش انتيريور كورشيتين، وتلاقي بون مارو اديما ممكن في التيبيا او في الفيمر او في الاثنين مع بعض، لان الليجمنت دوت بيتقطع بالتروما والتروما بتعمل بون مارو اديما. And this is the normal appearance of the anterior cruciate ligament. وده هو الانتيريور كورشيت الكلاود. الكلاود عباره عن حاجه رمادي و occupying الايه؟ المكان بتاع الاسياب. فانت ولا تكتب فاضي ولا بتاع. انا شخصيا بكتب كده torn، اول كلمه torn ACL being replaced by abnormal signal along its whole course. خلاص؟ لو انت عارف ان هو مقطوع اكتب مقطوع على طول. لكن تفرق وتحرق وبعدين تقول however the ligament is not torn، ما تكتبش conclusion sprain ولا ما اعرفش مين والكلام ده، كل دوت غير مقبول عند الكلينيشن. يا اما مقطوع يا اما مش مقطوع. في بارشل تير جاي لنا اقول لك ازاي بيجي. ايه انهي واحد فيهم؟ اهو ده انا قلت ان الحته ديت واحنا بناخد السكشن قطعنا حته من الفيمر معانا، فالكعبره اللي احنا شايفينها ديت بسبب وجود حته من الفيمر مع الليجمنت نفسه، لكن دوت مقطوع لوحده، الليجمنت مقطوع لوحده من غير الفيمر. او في الكورونا تروح في الكورونا تلاقيه كويس، او لو عدت الركبه ديت بطريقه تانية بزاويه تانية يطلع سليم نفس الحكايه.
أي البيوس موجوع في الهواء، نعم. يعني البيوس موجوع في الحته دي مع لا لا مش مقلوع، انا وانا باخد سيكشن، السيكشن ما جاش بالظبط في الانتيرو كروشيت، لكن جه في الانتيرو كروشيت والفيمر اللي جنبه والعظمية اللي هو ماسك فيها يعني. طيب يبقى ده هو الكلاود اللي احنا قلنا عليها، فانت شاكك ان هو مقطوع، رحت في الكورونا ما لقيتش الانتيرو كروشيت ولقيت البوستيرو كروشيت. دلوقتي اسهل طريقه، ما فيش ركبه من غير كورونا، لازم يكون فيها كورونا. فانت لما تشك في الاي سي ال تروح عند الايه؟ عند النقش، لقيته تراجع نفسك، ما لقيتوش تعرف ان هو مقطوع. الانتيرو كروشيت ليجمنت مشدود، لما ينام على التيبيا اللي هي بتتكتب كل يوم في التقرير رابشر اوف ذا فيمورال اتاتشمنت اوف ذا انتيرو كروشيت ليجمنت، ذا ديستال فايبرز ار سين لاينج داون اجينست ذا تيبيال بلاتو. المفروض ان الانتيرو كروشيت لما يكون مشدود يبقى موازي للفيمر، الحته ديت من الفيمر اسمها ذا روف اوف انتر كوندايلر نوتش، الروف بتاع النوتش، يبقى الاي سي ال موازي ليها. لو جريت خط كده تلاقي الاثنين موازيين ببعض، اما لو جريت خط على ده هتلاقي طبعا في زاويه ما بين الاثنين. اللي سهل اللي فيهم لما تعمل وتلاقي جوه الانتيرو كروشيت ليجمنت فجوه، والفجوه ده هي جواها ميه، تعرف ان الانتيرو كروشيت ليجمنت مقطوع. الصوره ده هي تنفع في الامتحان لوحدها، انك انت ورينا لك الكورونا لقيت البوستيرو كروشيت ما لقيتش الانتيرو كروشيت، اسمها امتي نوتش ساين، يعني النوتش فاضي من الاي سي ال، ودوت يساوي complete rupture of the anterior cruciate. الطبيعي انك تلاقي ال anterior cruciate جوه النوتش، لو ما لقيتوش يبقى مقطوع، لو لقيت جواه فجوه والفجوه جواها ميه يبقى ده هو معناها ان ال anterior cruciate ligament is ruptured. لو لقيت ال anterior cruciate ligament نايم ناحيه التيبي وعملت زاوية لقيته هو ملوش دعوة بالروف بتاع الانتر كوندايلر نوتش، يعني مش موازي ليه، من غير زاوية من غير حاجة، روح في الكورونا لقيت البوستيرو كروشيه ما لقيتش الانتير كروشيه يبقى مقطوع. السؤال هل يمكن؟ هو مش اسهل يتقطع النص؟ بس ما فيش مانع انه يتقطع من النص، ودلوقتي هيتقطع من عند التيب. اللي بيقطع الانتيرو كروشيت لو خدت بالك من الصوره ديت، اي اللي بيقطع الانتيرو كروشيت من النص تويستنج، اشهر حاجه في لعيبه الكوره اللي هم بتوعنا زي ما انت عارف، بيلف في الهواء ويشوط في الهواء ويلف في الهواء وكل حاجه في الهواء، بيقول لك شتموهم في الطياره وطردوهم من البيزنس كلاس ورجعوهم ورا، حاجات كده يعني، يعني بلطجة حتى جوه الطيارة نفسها. المهم دول يستاهلوا ودول يستاهلوا. اللي لا أي حاجة في الكروشيت امتي نوتش على طول. لو اتقطع كلية مش جزئية، كلية يبقى امتي في أي مكان. في أي مكان. يعني جاوبنا سألنا على غالبا مش هتعرف توصل لها، يعني لازم يكون لعيب ويكون محترف ويكون فاهم ويكون بيشتغل بره كل شيء نوع يعني. يبقى لو حصل تويستنج هو دي اللفه دي هي اللي بتقطع لي سين في معظم الاحيان، على حسب بقى الدايركشن اوف تروما، وهل في انت شط الهواء ولا حد علق رجلك، يعني فيها مشاكل كده. المهم يبقى السؤال هل يمكن تشخيص اي سي ال تير من الاكس راي؟ الاجابه اي نعم. الاي سي ال اصلا ماسك في الحته دي، ماسك في التيبيا عند التيبيا السباين. لو عملت اكس راي ولقيت التيبيا السباين مكسوره يبقى الاي سي ال مقطوع، لان الحته اللي ماسك فيها في العظم ما هي السليمه، يبقى دوت ممكن تشوفه في الاكس راي الامامي وفي اللاترال، وممكن تشوفه في السي تي. لو الحته ديت الاي سي ال المفروض ماشي كده، الحته دي اللي ماسك فيها في التيبيا
بقت مكسوره، اللي هي اللي انت شايفها ديت عندي بتيجي السباين يساوي على طول a function of the anterior crochet ligament. طيب ال anterior crochet ligament ايام زمان كان عنده برايمري ساينز وسكندري ساينز وبلاوي كتيره جدا، لكن دلوقتي مفيش الكلام ده. ال anterior crochet يا اما مقطوع يا اما مش مقطوع. القطع بتاع ال anterior crochet ligament زي ما احنا شفنا عنده بس علامتين يثبتوا الامبريشن. العلامه الاولانيه انه ما بيتقطعش من غير تروما، والتروما بتعمل بون مارو كونتيوجن، والكونتيوجن بيبقى اسود في التي 1 وابيض في التي 2 والجريدينت والكلام ده كله، والكونتيوجن بيكون في العظمتين اللي هو بيسموه كيسنج كونتيوجن، بيكون في الفيمر وبيكون في التيبيا، والكونتيوجن وكل حاجه الانتيريور كروشيت ليجمنت موجوده على اللاترال اسبيكت اوف ذا ني. يعني الكونتيوجن بيكون في اللاترال فيمورال كوندايل واللاترال تيبيال كوندايل، وانت عارف ان دولت اللاترال بسبب شكل الايه؟ شكل التيبيا، وان دوت اللاترال ميسيس. يبقى البون مارو كونتيوجن اسود في التي 1 ابيض في التي 2 والجريدينت والكلام ده كله، ولو كان في الاثنين دايجنوستيك. يعني بعض الناس بتقول الصوره دي لما تيجي في الامتحان تقول عليها على طول اي سي ال ربشن، جالك من فين؟ ان في بون مارو اديما في الايه؟ في التيبيا وفي الفيمر. بس طبعا الاف الحاجات بتعمل بون مارو اديما في الحاجتين دول، فما تتهورش قوي في هذا الموضوع. العلامه الثانيه ان اي حد عنده شك في الانتير كروشيت ليجمنت بيقعدوه على حرف الترابيزه ويجروا رجله لقدام فتطلع لقدام. معنى كده ان الانتير كروشيت ماسك التيبيا ان هي تسرح لقدام، فلما يتقطع التيبيا تسرح لقدام نورمالي. لو جريت خط من الفيمر لورا يلمس التيبيا من ورا نورمال، لكن لو الانتير كروشيت ليجمنت اتقطع التيبيا بتطلع لقدام، فبيكون في مسافه ما بين الفيمر وما بين التيبيا. ديت بيسموها ترانس لوكيشن ديستانس، يعني التيبيا سرحت لقدام شويه. بل نورمالي البوستيرير اسبكت اوف ذا فيمر مع البوستيرير اسبكت اوف ذا تيبيا على نفس الخط. لو الانتير كروشيت ليجمنت اتقطع التيبيا بتطلع لقدام. القياس دوت لازم يكون عند اللاترال منسكس، ما ينفعش يكون عند الميديان منسكس. القياس ده لازم يكون على اللاترال، كل حاجه الاي سي ال كلها لاترال. يبقى اذا عندنا علامتين، العلامه الاولانيه بون مارو ايديما عند اللاترال، انتيريور ترانسلوكيشن اوف ذا تيبيا عند اللاترال برضه. الحاجتين دولت بيتقاسوا عند الايه؟ عند اللاترال اسبيكت اوف ذا تيبيا. العلامة الثانية في البلين اكس راي بعد الفراكشر اوف ذا تيبيال سباين حاجة اسمها سيجوند فراكشر. السيجوند عبارة عن فتفوتة من العظم من اللاترال تيبيال كوندايل، من اللاترال تيبيال كوندايل. الفتفوتة ديت لو انت شفتها في البلين اكس راي من غير اي شيء ثاني 75% الى 100% الاس ان مقطوع. ايه علاقة الحتة ديت بالاي سي ال؟ نظريات بقى وبتاع واللاترال باند بتاعت اللاترال كولاترال ليجمنت مش عارف ايه ايه ايه، مالكش دعوة. لو لقيت فتفوت من اللاترال تيبيال كوندايل مفصولة منه اسمها سيجوند فراكشر، وهذا الفراكشر يساوي 75% إلى 100% رابشر اوف ذا انتيريور كروشيت ليجمنت، من غير ما تشوف الانتير كورشيت ليجمنت اصلا في الصور. الفراكشر دوت بيتشاف كويس قوي في الاكس راي وفي السي تي طبعا، وفي الام ار في احيان بسيطه لما يتشاف. فمثلا عندك هنا فراكشر اوف ذا لاترال تيبيال كوندايل شيب فراكشر يساوي سيجون يساوي الفابيلا بتبقى واضحه جدا غير دوت خالص، يعني ده بيبقى حاجه مطوله كده وفتفوته الفابيلا كوره، يعني الاثنين منفصلين عن بعض، زائد دوت عنده هيستوري اوف تروما وعنده ساينس سجستيف اوف
كتير بوشيب ليجيوم ستراكشر وهكذا. نيجي بقى للبارشال تير. الاي سي ال الطبيعي مشدود. الناس اتفقت قال لك لو الاي سي ال شكله طبيعي بس مش مشدود، يعني اسود بس مش مشدود، يبقى بارشال تير. قالوا كده. بعض الكتب قالت لا دوت سبرين، وبعض الكتب الثانيه قال لك لا ده سترين. خلاص سبرين سترين بارشال تير. التشخيص محتاج فيرزر ايفالويشن بالمنظار. يعني بارشال تير مش حاسم زي الكومبليت تير. البارشال تير في الاي سي ال محتاج فيريفيكيشن تاني. فانت بتقول والله الانتيريور بورشيت دهوت از نوت ستريتشنج، لكن السيجنال انتنسيتي بتاعته سليمه. ان يو سسبكت ان هو يكون بارشال تير. بيروح بقى يعمل منظار ويشوف فعلا ان هو بارشال تير ولا لا. زي كده. ده الانتيريور كروشيت ليجمنت الطبيعي مشدود. ده هوت مش مشدود، عامل كده، ملوي كده. بعض الناس تقول لاكس، وبعض الناس تقول سبري، وبعض الناس تقول سترين، قول زي ما انت عاوز. And this is suggestive of partial ACL tear. الكرونيك. الكرونيك تير اللي هو حصل وفات عليه فترة طويلة. العلامة الأصلية بتاعة الكرونيك تير إن الـ ACL بيكون fragmented. يعني تلاقي قطع 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 موجودة جوه أو في نفس المكان بتاع الـ ACL. طيب. كرونيك تير يعني فات عليه فترة طويلة. التيبيا مش هترجع لان التيبيا اللي ماسكها هو الاي سي ال والاي سي ال مقطوع، لكن البون مارو اديما هتروح بعد سنه بعد سنتين. البون مارو اديما هتروح لكن التيبيا هتطلع، هتفضل طالعه لقدام بالنسبه للايه؟ بالنسبه للفين. هتقول لي هو في حد ممكن الاي سي ال يتقطع ويبقى ماشي عادي طبيعي؟ في طبعا، يعني بس هو رجلك بتخونك زي ما بيقول، يعني ما اقلم نفسه، يعني على الموضوع ان رجلك تهوي منك مره او اثنين او ثلاثه. لكن الاي سي ال زي ما انا دايما بقول مهم جدا عند مين؟ عند لعيب الكوره. مين تاني؟ وراقصات. هما دول اي سي ال بيتصلح فورا عشان هيبوظ الكارير وهيبوظ الفلوس. اما انا وانت الاي سي ال ولا ليه اي لازمه. ايه يعني لما رجلك تهوي منك شويه وانت اصلا بتستخدم رجلك في ايه؟ ملهاش يعني. بعد شويه نفرض ضرايب على الرجل وضرايب على الايد وكده وعلى كل قطع عندك في المهم. ايه ده؟ عندك اي سي ان سليم تدفع كل ده ببلاش ولا ايه؟ اذا لما الاي سي ال يكون قطع يبقى كرونيك رابشر. والكرونيك رابشر عند ناس كتير اللي هم استخدام الركبه عندهم مش فايتال بالنسبه للشغل بتاعهم. And this is chronic ACL rupture. مفيش تقريبا الا الحته ديت هي اللي موجوده، وده المنظر الطبيعي بتاع الاي سي ال. نيجي بقى للجرافت. ان دلوقتي الاي سي ال اتقطع وعاوزين نصلحه، فهنركب مكانه جرافت. الجرافت ده هي بغض النظر متاخده من فين، من الهامسترينج، من التنسور فاشيا 3، ما اعرفش من فين، المهم الجرافت وخلاص. بنعمل احنا ايه في الجرافت ديت بالمنظار؟ بندخل الجرافت كده ونشبكها في الفيمر ونشبكها في التيبيا بمصامير. انت دورك ايه في القضيه ديت؟ انك نمره واحد تقول اذا كانت الجرافت متركبه في مكانها ولا لا. دي نمره واحد. نمره اثنين انك تقول الجرافت سليمه ولا لا. نمره ثلاثه انك تقول في حصل كومبليكيشن ولا ما حصلش. خلاص؟ يبقى انت عندك اول حاجه الجرافت في مكانها ولا لا؟ الجرافت سليمه ولا لا؟ في كومبليكيشنز ولا نمسكهم بقى واحد واحد. دي الطريقة بتاعت التركيب الجرافت. دي الجرافت اهي وبتتسحب كده، بتتسحب لفوق عشان تتثبت في الفيمر وبعد كده تتثبت في
الايه في التي بي. المفروض ان الجرافت الطبيعيه تكون او الجرافت العاديه المتركبه صح تكون ماشيه على نفس الكورس بتاع الاي سي ال، يعني تكون موازي للروف بتاع الانتركوندايلر نوتش خلاص، وعندها حاجه ماسكاها في الفيمر وعندها حاجه ماسكاها في الايه في التيبي. لو انت عاوز تعرف الفيمورال تانل او مسمار راكب في مكانه، تجر خط من الكورتكس بتاعت الفيمر الورانيه خلاص، المفروض المسمار يكون وراه المسمار او المكان اللي ماسك فيه الجرافت في الفيمر يكون ورا الخط ده. معايا يا جماعه؟ طيب انت عاوز تعرف اذا كان التيبيال تانل سليم ولا لا، تجر خط مماس للروف اوف ذا انتر كوندايلر نوتش، التيبيال تانل يكون وراه موازي ليه ووراه، يبقى الفيمورال اتاتشمنت يكون ورا الخط بتاع البوستيرير كورتكس بتاعت الفيمور، والتيبيال تانل يكون ورا الروف اوف ذا انتر كوندايلر نوتش وموازي ليه، يبقى كده الجرافت محطوطه في المكان الصحيح بتاعها. طيب نيجي بقى الجرافت السليم ولا مش سليم. الجرافت ديت عباره عن ايه؟ حته من المصل او حته من الفاشيه فيها بلاد فيسل، ومن السيرجري بقى فيها إديمة ومعرفش مين والكلام ده كله. فلما تحطها في مكانها مش المفروض انك تلاقيها سودة زي الليجمنت الا بعد سنه. الا بعد سنه. المسافه من ساعه التركيب لحد سنه بيسموها ليجمنتايزيشن of the graft، يعني الوقت الذي تتحول فيه الجرافت الى ليجمنت. كان زمان 6 شهور، دلوقتي بقى 12 شهر. بمعنى ان لو حد قال لك الجرافت ديت سليمه ولا لا، ما تقدرش تقول الا لما تعرف اتركبت من امتى. لو ما فاتش عليها سنه تقبل هذا المنظر اللي هو رمادي على اسود على مش عارف مين، الكلام ده كله مقبول طالما ما فاتش سنه على الايه؟ على الجرافت نفسها. طيب بعد سنه، لو فات على الجرافت سنه، المفروض انك انت هتلاقيها كلها سودة واختفت منها كل البقع البيضاء بتاعت القديمه والهيمورج والكلام ده. طيب يبقى دلوقتي عرفت مكان الجرافت الصحيح وعرفت شكل الجرافت الصحيح، صح كده؟ نيجي بقى للكومبليكيشن. أول حاجة إن التانلز ما تكونش محطوطة في مكانها. تاني حاجة إن الجرافت تكون اتقطعت، حصل فيها فيلير. بعد كده حاجة اسمها سايكلوبس ليجن وتانل سيست وتانل اوستيولوسيس وديسلوكيتد سكرو. يعني المسمار ما كانش ماسك حلو في العظم ففط من مكانه. امسكهم واحد واحد. الجرافت ديت انت جريت الخط من الفيمر لقيته الفيمورال اتاتشمنت وراه يبقى صح. جريت خط من الروف اوف ذا انتر كوندايلر نوتش لقيت الجرافت وراه وموازي ليه يبقى صح. يبقى دوت البوزيشن بتاع الجرافت ايه؟ الصحيح. بص بقى الجرافت دي. المسمار دوت از مور فيرتيكال، يعني ما هواش موازي كده للروف بتاع الانتر كوندايلر نوتش، صح؟ ولو انت جريت خط من الفيمر هتلاقي الفيمورال تانل قدام، مظبوط؟ يبقى الاتاتشمنت بتاعت الفيمر قدام والاتاتشمنت بتاعت التيبيا مور فيرتيكال، دوت بيخلي لما تفرد وتثني ركبتك الجرافت تتزنق ما بين الكوندايلز. دوت اسمه جرافت امبنجن، جرافت امبنجن. ان التانل دوت مش موجود في مكانه، صح؟ لانه قدام وده هو مور فيرتيكال، يحصل ان اكوريت بوزيشن بتاع التيبيال سكرو اللي هو دوت كده، يخلي الجرافت تتزنق ما بين الكوندايلز، اسمه جرافت امبنجن. المفروض ان التيبيال تانل دوت يكون ماشي كده موازي للخط الاحمر، لكن هو دلوقتي is more vertical.
ده المسار الطبيعي اللي المفروض تكون الجرافت عليه والمسمار يكون ماشي على الخط الازرق ده، لكن هو المور فيرتيكال. طيب جرافت فيلير لا يمكن تقول عليه الا بعد سنه. بعد سنه جيت انت عملت ام ار اي اوف ذا ني، لقيت المصامير والجرافت مكانها السحابه اللي انت شايفها دي، يعني مفيش انتاكت فايبرز للجرافت. دوت اسمه جرافت فيلير، وده الجرافت الطبيعي. الجرافت الطبيعي بعد سنه بيكون اسود وماشي بحذاء الايه؟ ماشي بحذاء الـPCL المكان الطبيعي بتاعه. مثلا هنا بعد سنه مفيش حاجه خالص، في مسامير وفي ارتفاكت، مفيش اي حاجه سودة هنا في الحته دي زي كده، دي نورمال جرافت، وهنا اهوت مفيش جرافت خالص. دوت اسمه جرافت فيلير. نفس الحكايه هنا، في مسامير وفي ارتفاكت، لكن الجرافت نفسها مش موجوده، وده الجرافت الطبيعيه. لو كانت موجوده هتبقى عامله كده. يبقى دوت اسمه ايه؟ جرافت فيلير. ما هو ده بعد سنة. قبل سنة مش هتشوف حاجة، هتلاقي نعبشة جامدة جدا في الحتة دي. نيجي بقى للسايكلوبس. سايكلوبس يعني الحيوان بعين واحدة. سايكلوبس يعني بعين واحدة. أنت لما جه من فين الاسم ده؟ إن الناس وهم داخلين بالمنظار لقوا عين كده بصلة دي. الكرة دي. فسموه سايكلوبس. ايه هو السايكلوبس؟ عباره عن ماس اوف فايبرس تيشو موجوده في الانتيرير اسبيكت اوف ذا ني، ما بين الفيمر وما بين التيب، في الناس اللي هم عاملين اي سي ال جرافت. جت من فين الماس دهيت؟ سيريز كتير. قال لك الحفر بتاع التانلز والمسامير بيطلع فايبرس تيشو معرفش ايه تكون وعمل ماس. قال لك الاي سي ال كل شويه تتنسي لانها مش ليجمنت زي اللي ربنا خلقه، فتتفصل منها فتلتين ثلاثه لحد لما عملوا هذا البتاع. لكن بغض النظر عن السبب بتاعه، فانت عندك ماس مزنوقه ما بين الكوندايلز بتضايق الركبه لما تتفرد وتتين. وعشان كده لما تيجي تبص عليها في المنظرة، اوري لك شكلها عامل ازاي دلوقتي. هي العين اللي انت شايفها دي، هي دي شايف كل الحاجة المرزلزة ديت، هي ديت الماس، وهو دلوقتي بياكلها بالمنظار. بيفضل كده ينخرب فيها ويقرقض حواليها وينظف والكلام ده كله لحد لما ايه الامور تتعب. يبقى اذا ايوا سايكلوبس عباره عن ماس اوف فايبرس تيشو ان ذا انتيريور اسبيكت اوف ذا ني افتر اي سي ال ريكونستراكشن. الانسيدنس بتاعها ممكن يوصل حوالي 10%، وهي بتمثل العين ات اثروسكوبي. تدخل بالمنظار تلاقي عين كده بصالك اللي هي ديت، فسموه سايكلوب. السبب بتاعه مش معروف، لكن السيريز اللي انا قلتها لك ديت ان هو يقعد ينسل او يعمل حفر او الكلام ده كله. فانت لما تلاقي اي سي ال جرافت، اول حاجه تشوف التانلز متركبه ازاي، تاني حاجه تشوف الجرافت نفسها، تالت حاجة تشوف في سايكلوب ولا ما فيش. سايكلوبس يعني في ماس اوف فايبرس تيشو ان ذا انتيريور اسبيكت اوف ذا ني، زي دي كده. ماس اوف فايبرس تيشو ان ذا انتيريور اسبيكت اوف ذا ني. دولت السيريز اكسسيف فايبروزس، تيشو فراجمنتيشن ريليزد فروم دريلينج او جراديوال فريينج اند بانشينج اب اوف ذا اي سي ال جرافت فايبرز. And this is the normal appearance of the graft ومفيش سايكلوب. وده جرافت وفيها امبنجمنت عشان الفيرتيكال ابيرنس اوف ذا تيبيال تانل،
وكمان عندنا السيكلوب اللي متشاور عليه بالاحمر ده، هو افتكروه سيكلوب، لكن لما بصيت في الاجزاء طلع مسمار. ففي بعض الاحيان المسمار بيفلت من مكانه ويقعد في الركبه، يتهيأ لك ان هو في الايمجنج زي ما يكون سيكلوب لكنه هو مسمار، وده احد الكومبليكيشنز ان ديسلوكيتد سكرو. كمان التانل اللي متركب فيه الجرافت especially التيبيال وان، ساعات يتسرسب سينوفيال فلويد جوه التانل دوت وتعمل سيست، دوت اسمه تانل سيست فورميشن. هذا التانل ما بيبوظش العمليه، يعني الفكر بتاعك انت ان المسمار بيلق دلوقتي في الميه، لكن الليترشر بتقول لا، التانل سيست ممكن يخف لوحده والعمليه تفضل سليمه وما يحصلهاش ريفيجن سيرجري ولا اي حاجه خالص. لكنه احد الكومبليكيشن بتاعه العمليه ان يحصل تانل سيست، مور كومن ان ذا تيبيال تانل، لكن ما فيش مانع يحصل برضه في الفيمورال تانل. التانل مليان سيست، السيستم مليان ميه، والميه بتبقى سودة في التي 1 وبيضاء في التي 2، والتانل ممكن يعبي ميه بتاع الفيما وممكن برضه يعبي ميه بتاع الايه بتاع ال ال التيبيا. وهنا هوت بعض الناس لما يكون الوضع كده، بالذات لما يكون في اوستيوليسيس في العظم، فانت محتاج دلوقتي العظم نفسه دلوقتي بقى متاكل، فانت محتاج تعمل بون جرافت حوالين المصابير علشان تمسك في مكانها شويه. يبقى اذا لما يحصل اي سي ال ريكونستراكشن مطلوب منك ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه تشوف المصابير في مكانها ولا لا. الحاجه الثانيه تشوف الجرافت سليمه ولا فيها فين. الحاجه الثالثه تشوف الكومبليكيشنز، والكومبليكيشنز دولت بيشملوا بقى اذا كان المصابير مش موجوده في مكانها، متركبه غلط، اذا كان في سايكلوبس، اذا كان في جرافت فيلير، اذا كان في تانل سيست، اذا كان في ديسلوكيتد سكرو. نيجي بعد كده لليجن مهم جدا في الاي سي ال اسمه ميكويد ديجنريشن. الميكويد ديجنريشن معناته ان جزء من الفايبرز بتاعه الاي سي ال حصل فيها ديجنريشن فبقى لونها رمادي، الجزء الثاني من الفايبرز لسه سليم فبقى اسود، ويكون المحصله ان الاي سي ال تخين جدا ومخطط، خطوط سوداء على خطوط رماد بيشبهوه بالكرفس. الكرفس اللي هما بيستخدموه في حاجات كتيره قوي في الاكل من ضمنها الشرب. الكرفس ايه علاقته بالاي سي ال؟ ان الكرفس مخطط منه فيه، يعني خطوط خضراء خفيف وخطوط خضراء غامق، فالاي سي ال برضه مخطط منه فيه خطوط سوداء وخطوط رمان. فدوت علاقة الـ ACL بالكرافس. جبت السؤال دوت للجماعة بتوع العلاج الطبيعي سبوتنج طبعا في الامتحان، راح واحد كاتب لي كرافس. ما هتعمل ايه تلاقيه؟ يعني وانت بتصحح بقى تعتبر ده صح صح ولا غلط؟ صح. لو كان ده امتحان تدبير منزلي يبقى صح. المهم يبقى لما الاي سي ال يبقى تخين ومخطط منه فيه اسمه ميكويد ديجنريشن. ما تقعدش تفرك وتح وتقول فاضي تصولي هاويفر مش مقطوع معرفش مين، الكلام ده كل دوت بي ديسايسيف. لما يكون الـ ACL تخين ومخطط منه فيه، يعني خطوط رمادي وخطوط سوداء، اسمه ميكويد ديجنريشن. الميكويد ديجنريشن بيتعالج بالمنظار. الدكتور بيخش يقعد يكحك زي ما انت شفت كده في السايكولوب، يشيل الفايبرز الديجنريتد ويسيب الفايبرز السليم، يقعد العيان 3-4 سنين يرجع له تاني من المنظار، نظف الفايبرز الديجنريتد ونسيب الفايبرز السليم وهكذا. هو دوت المانجمنت بتاعه. ممكن يبقى جوه الكروشيت كوره مليانه ميه،
دوت اسمه intercondylar notch cyst او كروشيت ليجامنت سيست. دوت مختلف عن اللي قبل مني عن الكرفس، ده كوره مليانه ميه بالكامل، دوت اسمه intercondylar notch cyst. السيريز بتقول ان دوت عباره عن mucinous degeneration of the connective tissue of the ligament او herniation of the synovial tissue through a defect in the joint capsule or the tendon sheath. بغض النظر انت عندك كوره جوه الكروشيه سواء الانتيرير او البوستيرير اسمها كروشيه ليجمنت سيست. هذا السيست زي ما انت شايف كده بيكون مليان بالميه، والميه بتكون سودا في التي 1 وبيضة في التي 2، وده هو بيتشفط بالمنظار. هذا الجانجلين سيست بيتشفط بالمنظار. في فرق جامد جدا ما بين الكرفس وما بين السيست. السيست عباره عن ميه صافي واضحه جدا بيضة في التي 2، اما الكرفس عباره عن سويلنج ومخطط منه فيه خطوط سودا وخطوط ايه؟ وخطوط رمادي. ومع ذلك الكرفس ممكن يكون معاه سيست، الاثنين موجودين مع بعض، فيكون الانتيريور كروشيت ليجمنت تخين ومخطط منه فيه، وعند الفيمورال اتاتشمنت بتاعته فيه كذا واحد سيست، لان الثيري واحده هما الاثنين ديجنريشن. ففي احيان يكون الكرفس لوحده، وفي احيان ثانيه يكون الكرفس ومعاه سيستيك تشينجز في الفيمورال اتاتشمنت. نيجي بقى للبوستير كورشيت اللي هو اسهل بكتير من الانتير كورشيت، لان البوستير كورشيت حب اسود واضح جدا، لما بيتقطع خلاص بيتقطع. البوستير كورشيت عنده تو ليجامنت صغيرين، واحد من قدام اسمه هامفري، واحد من ورا اسمه ويرسبرج، دول منسكو فيمورال ليجامنت ماسكين المنسكس في الفيمور. بغض النظر يوجوالي يو دونت سي، لان هم سود والكروشيت اسود. ساعات تلاقي واحد منهم تبقى عارف ايه تفسير النقره دي، ساعات تلاقيهم الاثنين وديت حاله فريده من نوعها، وساعات ما تلاقيش حاجه خالص، بس انت عارف ان الحته ديت فيها ميسكو فيمورال ليجمنت. اللي قدام اسمه هامفري واللي ورا اسمه وورسبرج. لما الانتير كروشيت ليجمنت لما الفوستيري بيتقطع ما عندكش بقى فرق ولا حركه، ولا هتروح في الانتر كوندايلر نوتش ولا حاجه. البوستيريور كروشيت ليجمنت حبل اسود، لو ما بقاش اسود وبقى تخين يبقى كومبليت رابشر. لما يكون تخين كده زي ما انت شايف وهو مش اسود، يعني هيموريج وكونتيوجن مش عارف مين، كومبليت رابشر اوف ذا بوستيريور كروشيت ليجمنت، ده النورمال ودوت الرابشر. البوستيريور كروشيت ليجمنت تخين وجواه ابنورمال سيجنال يساوي كومبليت رابشر. ده النورمال ودوت البوستيريور كروشيت ليجمنت عنده فجوه والفجوه مليانه ميه يساوي كومبليت رابشر. الافالشن كان معروف في البوستيريور قبل ما يكون معروف في الانتيريور، بس الانتيريور لما المكان بتاع التيبيا السباين يتخلع يبقى هو حصل فيه افالشن. اما دوت لو الاتاتشمنت بتاعه مع التيبيا اتفصل من مكانه والبوستيريور كروشيت ليجمنت نفسه سليم يبقى ده هو ايه؟ افالشن تير. والحته اللي ماسكاه في التيبيا ممكن تتشاف في البلين اكس راي، ممكن تتشاف في السي تي، ممكن تتشاف في الام ار. لما العظمايه اللي ماسكه البي سي ال في التيبيا تتفصل اسمه افالشن تير. لما يحصل افالشن تير يتلولوا على نفسه كده، والحته بتاعه التيبيا يكون فيها بون مارو ديم. يوجوالي اللي بيحصل ان هم بيجيبوا العظميه اللي اتفصلت ويدقوا فيها مسمار ويثبتوه في مكانه، فيرجع الاي سي ال البي سي ال يشتغل زي ما كان. لو البي سي ال جواه ابنورمال سيجنال زي اللي انت شايفها ديت تشوف السيجنال دي، لو كانت رمادي يبقى دي جنريشن زي التاني، بس دوت مش كرفس، هو زي الكرفس، يعني اسمه ميكويد دي جنريشن او تفسير كوجيتي. لو كانت بيضة يبقى تير، والتير دوت بما ان حتة مقطوعة وحتة سليمة يبقى اسمه ايه؟ بارشال تير. البارشال تير في البي سي ال ما عندوش مشاكل خالص، انك انت بتلاقي فايبرز سليمة وفايبرز مقطوعة علشان جواها
ووتر سيجنال او جواها برايت سيجنال يبقى ده هو بارشال تيل زي دوت بالظبط. عندك في فايبرز سليمه والفايبرز الثانيه ما مكانها ميه زي ما طبعا دوت الميه ما بتتشافش في تي 1 بتتشاف كويس في تي 2 and this is partial tear of the posterior cruciate ligament. يبقى الانتيرير والبوستيرير هم عندهم complete tear وpartial tear وعندهم avulsion tear. عندهم avulsion tear. نيجي بقى للcollateral ligaments. الcollateral ligaments اللي هم الميديان واللاترال. الميديان واللاترال عندهم grades في الانجري grade 1 grade 2 grade 3 وانا دايما بقول ان هما شبه واحد لطش واحد على وشه بالقلم. الجريد 1 وشه احمر. الجريد 2 وشه ورد. الجريد 3 وشه طاق. هما دول الثلاث حاجات. فانت الكولاترال اللي جابلته الطبيعي اسود. في الجريد 1 اللي هو وشه احمر اسود برضو وكل حاجة وفي مكانه بس حواليه نقطتين ثلاثة مية. إديمة إديمة دوت اسمه grade 1 injury اهو. الكولاترال ليجمنت زي ما هو كويس قوي وفي بومر وإديمة يعني في history of trauma وبعدين نقطتين مية كده حواليه اللي انت شايفهم دول دوت اسمه grade 1 injury. grade 2 اللي هو وش ورم. وش ورم يعني تخن وبعيد عن العظم. تخن دوت الطبيعي لازق في العظم كده دوت بقى تخين حواليه ميه وبعد كمان عن العظم دوت اسمه جريد 2 انجري. فمثلا هنا ادي الليجمنت بقى اتخن شويه بعد عن العظم بقى في ميه حواليه دوت اسمه جريد 2 انجري. اتقطع وشه اتقطع الليجمنت ده المفروض يكون ماسك هنا في الكوندايل ما بقاش ماسك في الكوندايل يبقى جريد 3 انجري. الليجمنت ده هوت المفروض ماشي 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 يمسك في التيبيا بعد كده ما حصلش وقف لحد هنا ميه كتيره حواليه يبقى جريد 3 انجري. اللي متشاور عليه بالخطوط الاسهم الخضراء الميديال كولاترال ليجمنت وصل لحد السهم دوت ما كملش لحد التيبيا عنده ميه حواليه يبقى ميديال كولاترال ليجمنت رابشر. اللاترال قلت لك لما تعمل ساجيتال وتشوف الهيد اوف ذا فيبيولا تلاقي حبلين داخلين فيه. واحد هو اللاترال كولاترال ليجمنت والثاني هو البايسبس تاني. افرض عملت اللاترال ساجيتال ووصلت للهيد اوف ذا فيبيولا ما لقيتش جنس حبال فيها ولقيت كمان ميه وبتاع. المعنى كده ان الاثنين دول مقطوعين. ده لاترال كولاترال ليجمنت ركشر والبايسبس تنون برضو رابشر. لما تبص في الكورونال مش هتلاقي اللاترال كولاترال ليجمنت ماشي في الحته ديت وهتلاقي مكانه جرانيليشن تيشو ونعبشه كده من الميه. And this is the normal lateral collateral ligament. وهنا اهوت مفيش lateral collateral ligament او في حتت منه وميه كتير قوي subcutaneous معناها ان هو ايه؟ ان هو رابشر. هذا وبالله